السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة سيزون تعقيد، وإن شاء الله النهاردة الدرس رقم 2 في منهج كونكت جريد 4، الجهاز الهضمي أو ذا دايجستيف سيستم. الجهاز الهضمي، أول حاجة لازم نعرف يعني إيه سي إل أي إل دي. إيه الاختصار ده؟ ده منهج دولي وبيعمل على ربط المواد مع بعضها، علوم يدخل في الإنجليش، الرياضيات أو الماث في الإنجليش، العربي في الإنجليش، السوشيال ستادز في الإنجليش، المواد كلها داخله في بعض، فلازم مدرس اللغه الانجليزيه يكون ملم بمعلومات كتير زي درس النهارده. جهاز هضمي، ما ينفعش اطلع اشرح الدرس انجلش وما اعرفكش يعني ايه هضم، لازم اكون عارف ده عشان انت يوصل لك المعلومه بسلاسه. طيب ده منهج متداخل، كل المواد بعضها ربط. طيب ده اسمه ايه؟ دايجستيف. الكلمه دي شفتها مدرس مشهور جدا او قناه مشهوره على اليوتيوب بيقول عليها ديجستيف، ما اسمهاش كده يا جماعه. كلمه دايجست معناها يهضم، اي ساكن اي، داي لونج اي، الحاله الاولى من اللونج اي، اي كونسونانت اي برونون ذا ليدر اي باي اتس نيم، بنقول حرف الاي باسمه، داي ج ج ج، والجي جايه بين تو فاولز هنطقها ج، داي ج، دايجست شورت اي. طيب يبقى الفيرب اسمه دايجست يعني يهضم. طيب الاسم منه اسمه ايه؟ دايجستيف. اي ساكن اي والجي ورا الاي ج ج، لان احنا عارفين وين ذا ليدر E comes after the letter G, we pronounce the letter G, J. حرف الجي لما يجي ورا I أو E أو Y بنطول J, J, J. يبقى اسمها digestive، والI ساكن E هنا ما بتعملش لونج I، شورت I. Digestive, S, الY هنا عاملة شورت E, S, stem, S, stem, شورت E. يبقى digestive system. تعال نتعرف على الكلمات معانا. أول كلمة عندي كلمة يهضم digest. Die, long I. فم يعني mouth، فم يعني mouth، فم يعني mouth. ما تقول الاو يو بتعمل صوت الاو، ما تقوليش mouth ده بقك، ما تقولش بصوتك mouth، لا mouth، والتي اتش منطقها ف، mouth 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 mouth، ما تقوليش mouth. طيب كلمه المريء، طبعا احنا عارفين احنا بناكل الاكل بينزل عن طريق البلعوم، المريء بيوصل الملعوم بالمعده، القناه اللي بينزل فيها الاكل يروح على المعده، يروح على امعاء الدقيقه تهضمه، المعده تهضمه شويه، كسره شويه، بعد كده امعاء الدقيقه تهضمه شويه، بعد كده امعاء الغليظه تنهي عليه خالص، بعد كده يتحول يروح الكبد، يتحول عن طريق العصاره الصفراويه الى دم، وبعد كده يروح الكليه تغسل الدم، والكليه تودي بعد كده الايه؟ الدم للقلب، والقلب يبدا يوزع على جميع اعضاء الجسم. طيب اسمه ايه بقى المريض ده؟ اسمه السوفاجس. شورت اي ايه مقطع لوحده، والاس مع الاو لونج او، سو. يبقى وانت بتتملى في البيت ما تحفظش، ما تقولش اس او بي اتش، لا لا لا، ايه ايه، يبقى ايه سو اهو، ف ف، مطلوب منك تعرف ان الف دي جاي من بي اتش، السوفا. شورت اي ج ويو اس، السوفاجس يعني المريء، سهله جدا جدا. معده يعني ستومك. طب انا هقول اس تي او ام اي، لا لا لا، ها ما هو تمليك في البيت قول له ها ستا، خلاص او شورت او، ستوم ان، ستوما اي، والسي اتش بتعمل صوت الك ك، سي اتش ليها اكثر من نطق، بنطقها تشا او كه، كه دي جايه من امريكا اللاتينيه. تمام، بعد كده عندي الامعاء الايه؟ الدقيقه الصغيره يعني، دقيق يعني صغير، سمول، الاي لما يجي وراها دبل ال بنطقها او، ان انت ان شورت اي، ت شورت اي، ستن شورت اي، ثلاث مقاطع، ان تس تن. حد يقول لي يا مستر ما عندك اي ساكن اي بتنطق لونج اي، لا دي حاله شاذه. ان ت، لو انا بتملى في البيت والله هتملاها وانا مغمض، ماما هتمليها تقول لي ان اهو، ت اهو، ست اهو، ان بس، ان ستن، ان تستن، سمول ان تستن، ان تستن يعني الامعاء الدقيقه. طيب بعد كده الامعاء الايه؟ الغليظه، لارج ان تستن، لارج، لارج يعني كبير، والاي هنا مش بنطقها ا، بنطقها اه لان جاي وراها حرف ار، ولما حرف الار يجي ورا الاي بنطقه اه، لارج، والجي لارج، ليه قلنا جا؟ عشان جاي وراها مين؟ حرف الاي، ها؟ انتستن، لارج انتستن، الامعاء الايه؟ الغليظه اللي هي اخر حاجه في المعده، تمام؟ انا لو بعرف ارسم كنت رسمت لك صوره الجهاز الهضمي، بس انا فاشل جدا جدا في الرسم، تمام؟ وليكن ده الفم، وده المريء، بعدين بيوصل للمعدة، وبعد كده
الامعاء الغليظه تبقى هي محاوطه فوق والامعاء الغليظ الدقيقه تحت جوه كده. اسف على الرسم، ماشي جدا بالرسم، تمام. طيب نكمل باقي الكلمات علشان في كلمات زياده. كلمه ويست معناها فضلات، ويست معناها فضلات، ايه ساكن ايه، يعني ايه فضلات؟ طبعا مش كل اللي بتاكله جسمك بيستفاد بيه، انت كلت سكريات ودهون ومعجنات و الجزء الجسم محتاج جزء معين بياخده والباقي يحوله فضلات، بينزل عن طريق الايه؟ البول او البراز. ويست فضلات. كلمه سولت يعني ملح، ما اسمهاش سولت، الايه جه وراها ال حطها او، سولت ملح. كلمه طاقه يعني انرجي، انرجي ايه؟ انرجي، انرجي يعني طاقه. كلمه عضلات يعني ماسل، كلمة عضلات يعني عضلات يعني ما سيل، طبعا السي هنا سايلنت شورت يو، ما ما سيل السي هنا سايلنت، وانا بحفظ الكلمة عارف ان الكلمة دي فيها حرف ما بنطقوش، ما سيل. بعد كده عملية الهضم نفسها اسمها دايجيشن، دايجيشن صعبة شوية لان اي اس بتيجي ورا الشه بتبقى صعبة جدا جدا جدا. بص كده معايا، داي ج دايجست يهضم، هتحط الاي او ان، مش كلمه كده ولا حاجه، بس اسمها ايه؟ دايجشن، دايجشن واحده واحده، دايجشن دايجشن يعني العمليه نفسها اسمها عمليه الهضم. بعد كده عندي عناصر غذائيه، طبعا احنا بناكل الاكل في فيتامينز وفي عناصر غذائيه عشان الجسم محتاجها، دي اسمها ايه بقى؟ اسمها ناتريانتس، اسمها ناتريانتس. اوعى تقول لي ناتريانتس، لا نا شورت يو، ترا تراي الاي والاي اي بتعمل لون باي زي كلمه لاي، الاي اي بتعمل لون باي، ناتريا ناتريا ناتريانتس شورت يو، والتي مع الار حط فيها ترا ترا زي كلمه ترين ترين تري ترين كونتري، فما تقوليش ناتريانتس ناتريانتس ناتريانتس. طيب عصارة المعدة جاستريك جوس، جاستريك جوس، جا شورت اي سترا اك شورت اي جاستريك جوس. ايه هي العصارة المعدة اللي هي بتهضم الطعام؟ عملية هضم الطعام بتبدأ عند بقك، فين ده؟ شايف ريقك اللي تبلعه ده؟ هو ده أول حاجة بتساعد على هضم الطعام، أول مرحلة للهضم هي بريقك، بعد كده أسنانك، بعد كده اللسان بيقلب من يمين شمال، بعد كده بتنزل عن طريق البلعوم بتبلع، بعد كده المريء يوصل للمعدة، المعدة بتحط عصارة عليها تهضمه أكتر، كمان الأمعاء الدقيقة بتهضمه أكتر، بعد كده بتحول لدم في الأمعاء الغليظة، بعد كده بيروح اليمين للعصارة الصفراوية في الكبد بتحوله إيه؟ لدم. طيب هنا بقول لي conjugation of verb، دي هنقولها ان شاء الله على هنسيبها دلوقتي للدرس على زوم دلوقتي. تعال ناخد الجمله، what happens in our body when we eat، تعال نقعد بقى عشان ده محتاج السبوره تكون قدامك او الكلمات دي تكون قدامك. what happens when we eat، ايه اللي بيحصل لما احنا بناكل؟ نعمل شير بس. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي بصوا معايا كده، ده الدرس الثاني بالظبط اهو، سي ال اي ال ساينس، علوم ذا دايجستيف سيستم، الجهاز الايه؟ الهضمي. هنقول كلمات ثاني، المريء يعني السوفاجس، السوفاجس السوفاجس، البي اتش بتعمل ف، فم يعني ماوث، ماوث معده، ستومك ستومك زي ما انت شايف اهو، ده المريء ودي المعده ودي الامعاء الدقيقه الغليظه ودي الامعاء الايه؟ الدقيقه. لارج انستين، large intestine intestine large intestine small intestine، ده كله شرحناه على السبوره. الجهاز الهضمي نفسه اسمه the digestive system. طيب بيقول لي more، اهي كلمات الزياده، كلمه waste فضلات long o salt ملح، energy طاقه، muscle عضلات، digestion digestion nutrients gastric juice، ده اللي انا عايزه بقى عشان هياخد وقت كبير جدا على السبوره اهو. conjugation of verbs تصريف الافعال، احنا عندنا كل الزمن المستخدم في الترم الاول بتاع رابعه هو الباست سيمبل، الماضي البسيط،
اللي هو شرب، اكل، لعب، ضرب. ده بيتكون من ايه؟ ده بيتكون من اضافه اي دي للفعل اللي اخره. نشيل الشير سكرين تاني، هنرجع تاني. بص كده، بيتكون من ايه؟ من اضافه اي دي للفعل يبقى ماضي، او دي بس لو الفعل اخره ايه؟ لو الفعل اخره اي. اي دي زي كلمه ايه؟ زي كلمه مثلا اي كلمه، اي فعل لا اله الا الله. بلاي، احط اي دي بلايد. طيب لو دي بس، لو الفعل اخره اي بحط دي بس. لايك لايك، في افعال شاذه هناخدها دلوقتي، لا ينفع معاها ده ولا ينفع معاها ده، هنشوفها دلوقتي حالا. ايه هي الافعال دي؟ تعالوا نشوف الافعال. زي ما انت شايف هنا بنضيف اي دي، دايجست يهضم، حط اي دي دايجستد هضمه. موف يتحرك، موفد تحرك. كومبليت يكمل، كومبليتد اكمل. ريموف يزيل، ريموفد ازال. تشو يعني يمضغ، احفظ الكلمه دي مهمه جدا عشان جايه في الدرس. شود مضغ. تشينج يغير، تشينج غير. ارايف يصل، arrived وصل. mix يخلط، mixed. خد ما تقوليش mixed، mixed يعني خلطه. طيب نيجي بقى الريجولر. الريجولر يعني افعال غير منتظمه، ما بحطش لها اي دي ولا دي، بحفظها زي ما هي. زي ايه؟ كلمه put يعني يضع، كلمه put وضع، كلمه go يذهب، went ذهب. eat ياكل، ate اكل. take ياخذ، took اخذ. ولازم تحفظها لانها مكمله معاك على طول في لاخر الحياه. هنا بيقول لي important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر همه. go from نقط to يعني ايه؟ ينتقل من مكان الى مكان، او move from مثلا، مثلا go from مثلا شرقيه كايرو، بيسافر من الشرقيه لسفر لكايرو، او اقول move from مثلا جيزه to منوفيه. طيب ريموف ويست معناها يزيل الفضلات. تشو فود ويز، تشو فود ويز يعني يمضغ الطعام بيه، يمضغ الطعام باستخدام اور تيث، وي تشو فود ويز اور تيث، بنمضغ الطعام باسناننا. تشينج انتو يتغير الى، الطعام بيتغير من صوره معقده الى صوره بسيطه، انت واكل حاجات مكلكعه بيخش جوه بيتغير الى صوره ابسط. اسمبلر فورم يعني شكل ابسط، اللي هو بقى ميه بحول دم. simpler form شكل ابسط. get energy علشان يدينا الايه؟ الطاقه. تعال نشوف بقى الايه؟ الدرس بيتكلم عن ايه؟ هنا بيقول لي what happens in our body when we eat food؟ ايه؟ what ما او ماذا؟ happens يحصل او يحدث، in في our body اجسامنا، when عندما we نحن eat ناكل food الطعام، لما بناكل بيحصل ايه؟ تعال نشوف اول معلومه. the esophagus goes from the mouth to the stomach. المريء بيوصل الفم بمين؟ بالمعده. ما انا هاكل من هنا كده، ايه هي القناه او المجرى اللي هيوصل الاكل من بقي للمعده؟ اكيد هو مين؟ المريء. ذا اسوفاجس اهو مريء، بيوصل من هنا للمعده. ذا اسوفاجس جوز فروم ذا ماوث تو ذا ستومك، دي معلومه رقم واحد. طيب نمبر 2، when the food moves from the esophagus to the stomach، عندما يتحرك الاكل من الفم للمعده بيحصل ايه؟ the gastric juice digested it، digests it، العصاره المعديه، العصاره المعديه بتخليه تهضم. زي ما احنا قلنا اول ما ينزل المعده، المعده بتترمي عليه لعاب او عصاره ميه يعني، بتهضم الطعام ده. تمام؟ When the food moves from the esophagus to the stomach, the gastric juice digests it. بتهضمه. Number three, food moves from the stomach to the small. خلاص اتحرك من الفم، راح المريء، راح المعدة، المعدة أدت الوظيفة اللي عليها اللي هي إيه؟ حط عليه العصارة. بعد ما حط على العصارة هيروح فين بقى؟ هيروح بعد كده للأمعاء الدقيقة. To the small intestine to complete the digestion. عشان يكمل عمليه الهضم، هو تحول من صوره من عيش ورز واكل وخضار ولحوم واسماك، اتحول من صوره معقده بقى اتكسر بقى خلاص. بس لكن ده مش كافي لسه، هيروح لمين بقى؟ هيروح للامعاء الغليظه اكيد. نمبر 4، ذا لارج انتستين.
إذ تكون around the small intestine. الأمعاء الغليظة بتكون لفة حوالين الأمعاء الإيه؟ الدقيقة. It takes، مين اللي بتاخد؟ الأمعاء الغليظة. Water، المية، and salt from food for the body. مهمة الأمعاء الغليظة إيه؟ بتمتص العناصر الغذائية اللي في الأكل، وتمتص المية من الأكل قبل ما ينزل على فتحة الشرج وينزل تحت روح الفضلات في التويلت. خسارة احنا واكلين ودافعين ومصرفين عليه، فقبل ما ينزل هي بتمتص كل حاجة وكل عناصر اللي هي مش عايزاه، بينزل بقى فين؟ في الفضلات. تاني the large intestine is around the small intestine. It takes water and salt from food for the body. It removes waste. اللي بعد كده بيطلع الايه؟ الفضلات بره. يبقى ايه هي أهمية الأمعاء الغليظة؟ ها؟ It takes nutrients and water from our food to our body. Number five، احنا كده خلصنا، دي كده عملية الهضم، تمام. بيقول لي when we eat we use our digestive system to digest what we eat. عندما نأكل بنستخدم جهازنا الهضمي عشان نهضم ما أكلناه. We put food in our mouth، بنحط الأكل في بقنا. We chew food with our teeth، نحن نمضغ الأكل بأسناننا، تمام. Then، ثم the food goes down the esophagus، بعد ما نمضغ الأكل هيروح فين؟ هيروح المريء. It arrives in the stomach، اللي بيوصل الأكل لمين؟ للمعدة، للمعدة، دي مهمته. In the stomach، في المعدة، the food mixed with the gastric juice، أول ما الأكل يوصل المعدة بيتخلط بالعصارة الإيه؟ المعدية. The gastric juice change the food into a simpler form to get energy and nutrients. بتحول الأكل أنت واكله ده كله بسرعة معقدة إلى مية. ليه بقى؟ To get energy and nutrients. عشان نحصل على الطاقة والعناصر الغذائية، عشان أنا بشتغل وبتحرك وبذاكر وبتعب، فده كله بيعوض جسمي. We need the energy، نحن نحتاج الطاقة and nutrients والعناصر الغذائية in our body عشان نتحرك طبعا طول اليوم. لو انت ما اكلتش تبقى هفتان ومش قادر تتحرك. طيب ده الدرس الايه؟ الثاني. الجزء الثاني هيكون الجهاز الايه؟ التنفسي ان شاء الله. The respiratory system، الجهاز الايه؟ التنفسي. طيب انا ابني الجمل دي مطلوب مني ايه بقى عشان اشتغل صح؟ ها؟ لازم يعمل لي باراجراف عن الجهاز الهضمي بأي صيغة، مش لازم زي الكتاب، هو عارف المعلومات. احنا بنحط الاكل في بقنا، بنمضغ باسناننا، المريء بينزل يروح المعده، المعده بتحط عصاره، بعد كده الامعاء الغليظه بتاخد الميه والملح والعصاره الغذائيه، بعد كده جسمنا محتاج الحاجات دي. تقولها باي طريقه، المهم ما تقولش الحاجات دي الا بعد ما تذاكر الدرس والكلمات عشان تقدر تحط كلمه كامله. اكيد هيكون في اخطاء، لكن مره مع مره مع مره نتعود. ما ينفعش تحفظ الكلمات بس، لازم تقرا الدرس كويس جدا جدا، ولازم تعمل باراجراف من 6 أو 7 جمل توصف لي فيه when we eat، ها، what happens when we eat the food، ايه اللي بيحصل لما ناكل. انت تقول لي هنحط الاكل في بقنا، شو نمضغ باسناننا، بعد كده goes into the stomach from esophagus، مش لازم الترتيب ده، بعد كده when the food arrive the stomach، the stomach mix the food with the gastric juice، بتهضم الاكل بالعصارة الايه؟ المعدية، بعد كده goes the food goes into the large intestine، بتعمل ايه دي بقى؟ It takes water, salt and nutrients to our body because we need energy and nutrients، تمام، to move, to help, to eat, to run, to play. لازم تعبر برأيك، وده المطلوب منك في الدرس. يا ريت لو المحتوى عجبكم ما تنساش شير ولايك، ولو حد عنده اي سؤال تحت اكتبه في التعليقات. صدقني الشرح ده مش هتلاقيه في اي حته تانية. اشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.